أو خذ من التركة في الصريح بنسبة السهام للتصحيح. بعده قال رحمه الله: باب الرد. عندنا المسائل تنقسم إلى ثلاثة أقسام، المسائل في الفرائض تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عادلة وعائلة وناقصة. كم مسألة؟ ثلاثة. عادلة: زوج أخت شقيقة، نصف ونصف للزوج ونصف أخت شقيقة، مسألة من اثنين، واحد واحد، انتهت المسألة. عادلة: زوج وابن، مسألة من أربعة، واحد وثلاثة، عادلة. عائلة: لا، زادت، زوج ثلاثة أخوات شقيقات، هي من ستة وعالت إلى السبعة، مسألة ناقصة. وهذا هو الرد. فالرد عندنا: جاتنا مسألة مثلا فيها بنت، البنت لها النصف، مسألة من اثنين، واحد، والباقي لمن؟ بقي واحد، تأخذ البنت، مفهوم؟ هذا يسميه الفقهاء علماء الفرائض الرد على صنف واحد، رد على صنف واحد. الصنف الواحد بعدد الرؤوس، ثلاثة أخوات شقيقات فقط في المسألة، من كم المسألة؟ من ثلاثة، مفهوم؟ ستة أعمام، لا أعمام هذا فرض، ستة أخوات لأم، من كم المسألة؟ من ستة. ثلاثة بنات، من ثلاثة، ثلاثة بنات ابن، من ثلاثة، المسألة من عدد الرؤوس، هذا صنف واحد. إذا كانوا أكثر من صنف ننظر، يوجد أحد الزوجين لا يرد على أحد الزوجين على قول، وهو الراجح، والله أعلم، يرجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. طيب، أما إذا كان يوجد أحد الزوجين ما يرد على أحد الزوجين، لازم نصنع مسألتين، مسألة للزوجة والزوجة ومسألة ثانية للورثة، ثم نجمع كالمناسخات. أما إذا كان المسألة ليس في أحد الزوجين، ماذا تصنع؟ تقول مثلا: عندنا بنت وبنت ابن فقط، بنت وبنت ابن، المسألة من ستة، البنت نصف ثلاثة، وبنت الابن السدس واحد، ثم تجمع مثل ما كنا نجمع في العول، الآن نجمع في الرد، صارت المسألة كانت من ستة وأصبحت من أربعة، فبدل أن كانت البنت الابن تأخذ السدس واحد أصبحت تأخذ الآن الربع، مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: باب الرد. والرد نقص هو في السهام زيادة في النصب والأقسام. نعم. فاردد على ذي الفرض دون مين بقدر فرضه سوى الزوجين. يقول: لا ترد على أحد الزوجين. نعم.